بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الدارسين في برنامج التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي بكم في المحاضرة الثانية عشر من مادة المحاسبة المتوسطة واحد. سنستكمل أسئلة المراجعة للتدريب في لقائنا اليوم، وذلك بداية بالسؤال الآتي: قامت إحدى الشركات بمبادلة آلات قيمتها الدفترية 405,000 ريال ومجمع استهلاكها 195,000 ريال وقيمتها السوقية 450,000 بحاسبات. كل الطلبة ما عندهاش صورة؟ أعزائي اللي معايا، ولا المشكلة عند عبد الرحمن بس؟ خلاص يا عبد الرحمن، أيمن عنده صورة، فأكيد أنت اللي عندك مشكلة. نكمل. قامت إحدى الشركات بمبادلة آلة قيمتها الدفترية 405,000 ومجمع استهلاكها 195,000 ريال وقيمتها السوقية 450,000 ريال بحاسبات. قيمتها السوقية 420,000 ريال وقامت أيضا بتحصيل مبلغ 30,000 ريال مقابل المبادلة. هنا المبادلة أصول غير متماثلة وحصلت مبلغ، فبيقول لي يبلغ إجمالي مكاسب المبادلة. شايف ليزا على طول بتكتب، بتقول لي القيمة السوقية ناقص القيمة الدفترية، القيمة السوقية ناقص القيمة الدفترية. يعني كام يا ليزا؟ سهلة هي ليزا. ممتازة ليزا، حطت معادلة وبتقول لكم عوضوا. فأكيد 450 ناقص 405، إذا إجمالي مكاسب المبادلة 45 مش 15 يا مهم. 45 واضح زي ما قال. للأصل المتنازل عنه، الأصل المتنازل عنه قيمته 450 السوقية وقيمته الدفترية 405، يبقى إذا 450 ناقص 405 تساوي، هل هنعترف بيها كلها؟ خلينا فاكرين السؤال. فاطمة قالت أيوه. طب خلينا فاكرين السؤال اللي أنا سألته. فيما يلي حركة المخزون خلال شهر شوال، هذا مثال للأمس اللي احنا ابتدينا بيه. أيوه يا فاطمة، يبقى نعترف يا ليزا، نعترف بالجزء اللي تم تحصيل نقدية عنه، مش هنعترف بال 45 بالكامل. هنعترف بجزء الذي تم تحصيل نقدية عنه، وهنشوف الكلام ده تاني في شريحة أخرى. حصل 30,000 ولم يحصل كل، لو كنا حصلنا 450,000 اللي هي قيمتها السوقية كنت قلت لكم نعترف بيها بالكامل. نكمل. ايه المطلوب هنا؟
طالب ايه؟ فاذا علمت ان الشركة تتبع طريقة الوحدات القابلة للتحديد فان تكلفة مخزون اخر شوال تبلغ. تكلفة مخزون اخر شوال تبلغ. يبقى هو عايز تكلفة المخزون اخر المدة. وهو بيتبع طريقة الوحدات القابلة للتحديد. ممكن تمسكوا قلم معايا بقى وتشتغلوا؟ نمسك قلم. هو عايز يحدد تكلفة بضاعة آخر المدة عشان احنا ما حليناش عليها كتير في المحاضرة. يا ريت كله يمسك القلم معايا ويكتب. مخزون أول المدة 500 وحدة ضرب 26 ريال. 500 وحدة ضرب 26 ريال تكلفة الوحدة يعني ساعتها 13,000 ريال. اشترينا 500 تاني يبقى تحت منها 500 ضرب 30. 500 ضرب 30 يعني 15,000. قال لي ان احنا بعنا 800 وحدة، 400 من المخزون القديم و400 من المشتريات الجديدة. خلينا فاكرين الحكاية لكن نكمل. وفي العاشر من شوال قامت المنشأة بشراء 10,000 وحدة بسعر 32. يبقى 10,000 ضرب 32 ب 32,000. الأرقام اللي طلعناها كام أعزائي؟ الأرقام اللي طلعناها 13,000 15,000 32,000 32,000. يبقى هنا مجموعهم كام؟ 60,000. هاي ممكن تسميهم حاجة يا ليزا؟ احنا سميناهم بالأمس. نسميهم ايه؟ ايه العنوان اللي نديه؟ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. هايل هايل يا مها. يبقى دي تكلفة البضاعة المتاحة. هو مش عايز البضاعة المتاحة، هو عايز المتبقية. فيبقى هنا نسأله انت بعت ازاي؟ قال لي انا بعت اول حاجة بعتها 800. 800 منين؟ من المخزون اللي كان موجود اول الفترة. وباع 400 من مخزون اول الفترة، وباع 400 من المشتريات بتاعة شوال. اتبعوا معايا بس كده. يبقى هنا ال 800، يبقى فاضل في مخزون اول الفترة 100، وفاضل في مشتريات شوال فاضل فيها كمان كام؟ 100. مش كده ولا ايه؟ نكمل. اشترينا في العاشر من شوال 1000 وحدة. طب بعنا، بعنا من ايه بقى؟ قال لي تم البيع، قامت المنشأة ببيع 100 وحدة القديمة خالص، وبعنا 400 من شوال، من اللي هي مشتريات العاشر من شوال. يبقى تبقى من العاشر من شوال كام؟ 600. 600 ضرب 32 زائد 100 من 100 من ايه؟ ولا 400؟ و400 من التاسع من شوال. يبقى مخزون اخر المدة تكلفته 400 ضرب 30 زائد 600 ضرب 32 زي ما طلعتها مها 22 و200. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ 22 و200. ممكن أسألكم كلكم كده تجاوبوني؟ طب تكلفة البضاعة المتاحة، اللي تكلفة البضاعة المباعة كام؟ تكلفة المبيعات أو البضاعة المباعة كام؟ لا دي المتاحة يا أيمن. أنا عايز تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات. أيوة كده يا مها، برافو. يبقى ال 60,000 اللي سألت عليها ليزا وجاوبت ناقص ال 22 و 200. مش انتوا لسه مطلعين ال 22 و200؟ يعني لو في سؤال ثالث هيسالني تكلفه المبيعات هقول له ان تكلفه المبيعات 60,000
ناقص 22 و200 مش كده ولا ايه؟ او نحسبها. بس عنه اللي اسال، ما انا جبت اهو تكلفه المتاح وتكلفه المتبقي، يبقى الثاني هو المباع. فاكرين المثال بتاع السكر لما كنت تقول له مخزون اول المده زائد المشتريات ناقص المتاح، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا احنا عرفنا، يبقى لو حل لو نفتكر يبقى كانها كام؟ 37800. يبقى تكلفه البضاعه المباعه كام؟ 37800. ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، نحسبها ان احنا بعنا 500 وحده او بعنا 800 وحده، ال 800 مره نضرب 400 منهم ب 26 و 400 الثانيه ب 30، ثم بعنا ثاني وهكذا نضرب ونجمع، هنوصل لنفس النتيجه يا ايمن اللي هي 37800. فاكرين المثال اللي هو كان بتاع الامس، اللي هو لو نفتكره ان اشترينا سيارة ب 43 الف ثمنها الكاش، مش فاكر 43 وكام، وهندفع قسط سنة شهري 5000 لمدة 12 قسط، ودفعوا المقدم 2000. هنا عند تحصيل القسط الثاني، لو ترجعوا للارقام بتاعت الامس اللي كنا عدناها اكثر من مرة، عند تحصيل القسط الثاني يكون الجانب الدائن من القسط، يكون الجانب الدائن من القيد طبعا طالما هنحصل يبقى هنحصل من المدينين، يبقى لازم اجيب هايل يا مها، شايفين مها؟ لان قالت في فوائد دائنه، في فوائد دائنه مش كده ولا ايه؟ فوائد دائنه طبعا، وليها طريقه حساب. نرجع لهذا المثال، اشترت احدى المنشآت بضاعة بمبلغ 300000 ريال بشرط 5% 10 ايام صافي 30 يوم، وعند تسجيل المشتريات كان قيد اليومية بالصورة التالية: من المخزون السلعي الى حساب الموردين ب 285000. السؤال، هذا القيد يتفق تسجيل المشتريات وفقا لطريقه ايه؟ هل السعر الاجمالي؟ هل المخصص؟ هل المخزون المستمر؟ هل المخزون الدوري؟ ارجوكم اكتبوا، لان انتم اعتقد ما تدرسلكمش في محاسبه واحد. المخزون الدوري، نسمع كويس، اكتبوها في الملاحظات معاكم عشان ما نغلطش. المخزون الدوري يستخدم فيه الحسابات التالية، نكتب اسامي الحسابات: المشتريات، يبقى المخزون الدوري هستخدم فيه ايه؟ المشتريات، مردودات ومسموحات المشتريات. ارجوكوا اكتبوا الكلام ده معايا، يبقى المخزون الدوري الحسابات المستخدمة في المخزون الدوري: المشتريات، مردودات ومسموحات المشتريات، الخصم النقدي المكتسب، مصاريف النقل للداخل. خصم الكمية، شايفين الأسامي دي؟ نروح بقى لو احنا بنشتغل مخزون مستمر، ما بستخدمش الا حساب واحد بس اسمه المخزون السلعي. في المخزون المستمر بستخدم حساب اسمه ايه؟ المخزون السلعي. لو اشترينا ما اقولش مشتريات، اقول مخزون سلعي. لو ردينا اجعل المخزون السلعي دائن بدل ما مدين، وهكذا. ارجو ان كده تكون واضحة، لان دي بتاعت محاسبه واحد. يبقى هنا يتفق قيد تسجيل المشتريات وفقا لطريقه ايه؟
طبعا هو كان ممكن بطريقة تفيدني لو قال لي طريقة السعر الصافي، انما ما قالهاش في البدائل، فما عنديش الا طريقة المخزون الايه؟ المستمر، انها مش اجمالي ولا مخصص ولا مخزون دوري. يبقى اللي بنستخدم فيه كلمة مخزون سلعي هو الجارد المستمر. ارجو ان احنا نكون وضحت كده، لان انتوا عندكم خلط كبير. مين هيجاوب اللي امامي دي ومرت علينا بالامس؟ وبالامس كان عبد الرحمن وحد تاني من البنات كان كل شويه يرجعها تاني. ليزا قالت الف. هايل يا ليزا، هايل يا ليزا. طبعا انا عارف ان الف في ناس عايزه تقول ازاي جت، نقول له ازاي جت. اول حاجه نجيب قيمه الورقه في تاريخ استحقاقها، قيمه الورقه في تاريخ استحقاقها اللي هي 100,000 ضرب 12% هي متاخده 1/8 وتستحق بعد 6 شهور، يبقى الفايده عن 6 شهور، يبقى ضرب 12% ب 6 على 12 بتطلع ب 6000، يبقى الورقه بعد 6 شهور هتزيد 6000، يبقى قيمتها في تاريخ الاستحقاق كام؟ 106. طب هنا البنك هيخصمها امتى؟ هيخصمها بعد شهرين، 1/8 في 1/10 يعني كمان شهرين، يبقى عايزين نحسب مصروفات الخصم. ال 106 هي قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق ضرب معدل الخصم 15% ضرب 4 على 12. لو عملنا الكلام ده هتطلع 5,300. تاني 106,000 ضرب 15% معدل الخصم ضرب 4 على 12. طبعا لو اللي مذاكرين زي ليزا كده كانوا جاوبوا على طول. شايفين المثال اللي كنت بسألكم منذ قليل؟ فإن تكلفة المبيعات تبلغ، على طول فاطمة مستنياها. ايوه 37، بس المهم نبقى عارفين جت ازاي، مش كده ولا ايه؟ ال 60,000 ناقص ال 22,200، مش كده ولا ايه؟ ايه ال 22,000؟ يبقى تكلفة البضاعة المتاحة ناقص تكلفة مخزون آخر المدة. يبقى دي تكلفة ايه؟ المبيعات. خلينا برضو فاكرينها، تكلفة المبيعات 37,800. الخسائر هي النقص في حقوق الملكية الناتج على الأنشطة العرضية للمنشأة أو النقص في الالتزامات الناتج عن كل المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تؤثر في المنشأة خلال الفترة ما عدا الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك. طبعا باع، برافو يا أيمن. وطبعا أيمن عايز يقول الاختيار الثاني باع. نظري دي تذاكروها، يلا بينا. نظام المخزون الذي من خلاله يتحدد بالجرد الفعلي تكلفة البضاعة المنصرفة وأيضا تكلفة البضاعة الموجودة. على طول ما قالت لي الدوري، يا نهار أبيض. بالجرد الفعلي، متى يتم الجرد الفعلي؟ متى يتم الجرد الفعلي؟ في نهاية السنة، كل نهاية فترة أو نهاية سنة نعمل جرد فعلي، مش كده ولا إيه؟ طب الجرد الفعلي ده يبقى مخزون دوري ولا مخزون مستمر؟ لو مستمر مش محتاجين نعمل جرد،
يبقى هو المخزون الايه؟ الدوري. يبقى نظام المخزون، يبقى اتفقنا المخزون الدوري هو الذي يتحدد فيه تكلفة البضاعة الباقية والمنصرفة في نهاية الفترة من خلال الجرد الفعلي. سؤال أول المحاضرة النهاردة، فاكرين الآلة اللي استبدلناها مع حاتم وكان إجمالي مكاسب المبادلة 45,000؟ أيوة كده يا مها، ما قلناش كلها تحقق. هنا بيقول إيه؟ تبلغ قيمة المكاسب، نقول أنه مكاسب الغير محققة، نقرا اللفظ المؤجلة أو غير محققة. نصلح بقى، يبقى مش جيم، مش جيم يا مها. طبعا لان انتوا عارفين احنا حصلنا كام؟ 30,000. مش حصلنا 30,000 من 450 قيمتها السوقيه، يبقى 30,000 تقسيم 450 ضرب ايه؟ ضرب المبالغ المحصله، ضرب المبالغ المحصله هيديني الربح بتاعها، هيطلع كام؟ 3,000. يبقى ده المحقق. يبقى الغير محقق كام؟ 42. طب المحقق، لو سألنا سؤال عن المحقق مش هي كلها 45 يا عبد الرحمن؟ المعدل منها كام؟ المعدل منها 42. يبقى المحقق كام من ال 45؟ شوف انا لو كنا بعناها ب 450 في السوق بثمنها، ده اللي هو القيمة السوقية، كنا كسبنا ال 45,000. لا احنا بعنا حتة صغيرة منها اخدنا فيها 30,000. لما نبيع الآلة تاني كلها وناخد ال 420 اللي باقيين هنحقق ال 45 بالكامل. واضح؟ لأن احنا ما حصلناش منها إلا 30,000. مش هعترف إلا بالربح المحقق على النقدية المحصلة. استلمت منشأة الشمس نفس الورقة، ايه المطلوب فيها؟ قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق. هو المثال، بس عايزين نعرف قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق. حد يجاوب؟ والله انا جاوبتها في الشرح، جاوبتها وانا النهارده كمان. قيمة دال مها مظبوط يا مها، وأيمن مظبوط. طبعا مش قايلين انها ب 100,000. ال 100,000 النهارده يوم 1/8، بعد 6 شهور هضيف عليها فايدة كام؟ 12% سنويا. يبقى هضيف عليها ال 100,000 ضرب 12% ضرب 6 على 12 تدفع ب 6,000، اضيفهم على 100، مش كده ولا ايه؟ دي قيمة الكمبيالة. صحصح مع بعض، الأسئلة سهلة، بس احنا اللي ايه؟ بنتسرع. هو المثال، بس المرة دي عايز ايه؟ في 1/10/2007 تاريخ الخصم عند اثبات الفوائد المكتسبة على الورقة. اختاروا لي حاجة بقى موجودة لما نثبت الفوائد المكتسبة على الكمبيالة يوم ما بنخصمها. يلا يا ليزا انا عارفك ممتازه، يلا جاوبي.
وفاطمة ممتازة وعبد الرحمن، كل اللي معايا النهاردة ممتازين. يلا ألف، هايلة هايلة يا ليزا، شايفين ليزا قالت ألف على طول. نشوف طبعا الإجابة واضحة عندكم في هذه الشريحة، مش محتاجة. اشترت المنشأة ب 500,000 طبعا بشرط 8% صاد 25 يوم وعند السداد. وعند السداد أجري القيد التالي، فبيقول يتفق قيد السداد خلال المدة الممنوحة على وفقا لطريقة. طبعا طالما حطينا الموردين هنا ناقصة صفر 500,000، الموردين ب 500,000 يبقى بقى الطريقة إجمالية، بس إجمالية وإيه؟ وطالما في خصم نادي مكتسب بقى مخزون دوري. شايفين الكلام؟ قايلين الحسابات التي تستخدم في المخزون الدوري، خصم نادي مكتسب خلاص مع دوري. وطالما حطيت هنا 500,000 بقت ايه؟ بقت طريقه اجماليه. رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة هو الذي يدرك بقائمة المركز المالي. طبعا مها على طول جاوبت قالت غلط. الرصيد الصحيح هايل. دي الشريحة اللي ما كانتش في مكانها وظهرت الإجابة على طول. يلا هنا إيه المطلوب في هذا السؤال؟ إحنا اشتغلنا فيه. طالب، فإذا علمت إن الشركة، فطالب وحدات بضاعة وحدات بضاعة آخر شوال. عايز الوحدات، إحنا مرة جبنا التكلفة. هو عايز الوحدات. مين هيجاوب؟ متسرعة يا ليزا. وسؤال سهل جدا، عايز وحدات آخر. بصوا كده واحدة واحدة معايا. كان عندي أول شوال 500، ثم اشتريت بعد كده تم شراء 500 تانيين بقوا 1000، واشتريت بعد كده 1000 بقوا 2000. طب بعنا ايه؟ بعنا مره 800 ومره 500، يبقى 1300 من 2000 يتبقى كام وحده؟ ايوه، تبقى نحسبها بالوحدات، الوحدات المتاحه ناقص الوحدات المباعه، مش كده ولا ايه؟ هايل يا فاطمه. برضه ما زلنا على الكمبياله اللي ب 100,000 ريال واتخصمت. انا حليتها لكم في المحاضره بالتفصيل الممل المساله دي، فحياتكم تكونوا ذاكرتوها وقايل ان مثال مهم. عايزين هنا
لا، عايزين اب قيد الخصم. ما هو يوم ما ختموا الكمبياله بنعمل قيد يوميه، في القيد اليوميه هيظهر حاجه من الاربع بدائل اللي قدامكم. لا طبعا، اكتبوا معايا، يلا اكتبوا واحدة واحدة، أرجوكوا اكتبوا. القيمة الاسمية للكمبيالة 100,000 ريال، تحت منها زائد الفوائد المستحقة في تاريخ الاستحقاق، هتطلع ب6,000، يبقى 106,000. 106,000. الراجل البنك هيخصمها بكام؟ مصاريف الخصم 106 ضرب 15%. ضرب 4 على 12، هتطلع مصاريف الخصم 5,300، نطرحها من 106، يبقى النقدية المحصلة الشركة هتاخد من البنك 10,700. الشركة هتاخد من البنك 10,700. طب وهي الورقة اللي كانت عند الشركة كانت بتساوي كام؟ ساعة يوم ما خصمتها، فاكرين الورقة في قيمة الورقة؟ القيمة الدفترية للورقة في تاريخ الخصم كانت تساوي 102,000. جت منين ال 102؟ 100,000 زائد فوائد شهرين ب6%، لأنها خصمتها بعد شهرين، يبقى 102. الورقة ب 102 هي خدت فيها 100 و700، يبقى خسرت كام الشركة؟ خسرت 1,300، والخسارة مدينة زي المصروف. يعني الإجابة جيم، بالنص عملت لكم واحدة زيها في المحاضرة. الإجابة جيم، يا ريت نرجع نراجع أعزائي. الله ينور عليك يا مها. في جميع الحالات التالية تستخدم طريقة الملكية عند المحاسبة عن الإيرادات المتولدة من الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم عدا، هنستخدم طريقة الملكية في كل الطرق التالية فيما عدا، فيما عدا أهم واحدة فيهم. طبعا دي في الأوراق المالية عدا باء، اللي هي إذا كانت نسبة الملكية في أسهم، لا باقية، إذا كانت نسبة الملكية أقل من 20%، مش هنستخدم طريقة الملكية، هنستخدم طريقة التكلفة. يكفي هذا القدر في الأوراق المالية اللي بنقوله في المحاضرة في أسئلة المراجعة. هنا نفس المثال بتاع المخزون، نفس المثال بتاع المخزون، بس هو طالب ايه؟ قال لي اذا علمت ان سعر بيع الوحدة 50 ريال، فطالب اجمالي الربح. حد يقول لي اجمالي الربح يساوي ايه؟ اجمالي الربح يساوي ايه؟ معادلة، ادوني المعادلة. اجمالي الربح يساوي ايه؟
اثناء اجمال الربح بايجاز المبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. اوصاف المبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. ما احنا ما عندناش مردودات. مش كده؟ يبقى المبيعات نشوف بعنا كام وحده نضربها ب 50 تطلع المبيعات. وتكلفه البضاعه المباعه احنا سبق وجدناها. مش كده ولا ايه؟ من سبق حددناها اللي هي كانت 37,800. يبقى هنا هناخد رقم عدد الوحدات المباعه ضرب 50. الاجابه مش في الاربعه. الاجابه مش في الاربعه. بس لو جالك سؤال زي ده لازم الاجابه تبقى موجوده. بس انا متعمد ما يحطش الاجابه عشان تقولوها لي انتوا. طبعا 1300 ضرب 50 65,000 المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة. يبقى 65,000 ناقص 37,800 مجمل الربح هيطلع 24,200. يبقى رقم ألف ده ممكن تخلوه 24,200 بدل 8,200. 24,200 أو باع خلوه 24,200 أي حاجة يعني رقم منهم يتشال ويتحط بداله 24,200. واضح؟ يبقى رقم مجمل الربح في الشريحة مش موجود، محطوط بالخطأ. أظن السؤال ده مر عليكم كذا مرة في محاضرة اليوم. أيوة دال، لأن هي كانت 45,000. المؤجل منها كام؟ المؤجل منها كان 42، يبقى المحقق 3,000. المحقق 3,000. طبعا بالامس انتوا كنتوا بتسالوا اسئله على المراجعه اللي قبل كده. ليه ليزا العقده بس؟ ده انت حتى طالبه ممتازه ما فيش عقد معاكي ولا حاجه. ركزوا معايا. معاكوا ورقه وقلم؟ مش هينفع الا تمسكوا ورقه وقلم. اللي بيسمع بس مش هيجيب نتيجه. يلا نكتب مع بعض. هو عايز ايه؟ عايز هنا رصيد حساب النادية بالبنك بدفاتر المنشأة، يعني عايز الرصيد الدفتري. طالما عايز الرصيد الدفتري يبقى هو مش موجود في التمرين. يبقى عايزني أوصل له. مش كده ولا إيه؟ يبقى عندي كشف الحساب، تعالوا نشوف رصيد كشف الحساب. نبدأ بقى رصيد كشف الحساب 10,000 ريال. يبقى أنا عايز أشوف المنشأة رصيدها كان كام قبل ما يوصل كشف الحساب. يلا بينا نقرا بقى. هناك ايداعات ارسلت بواسطه مندوب الى البنك بمبلغ 622 ريال في نهايه اليوم ولم تظهر. عارفه يا ليزا؟ انت حافظه مشكلتك مش قادره تتخيليها. لحظه بس، انا عايز اللي في في الحساب في الشركه جوه الشركه. يلا بينا بقى. في 622 هم وصلوا البنك؟ لا ما وصلوش البنك. لا ما تقوليليش تضاف.
غلط، اسمعيني للآخر، كلكم اسمعوني علشان تفهموا المطلوب، لأن احنا لازم نعرف المطلوب ايه وننفذ. تاني، هي إيداعات 622 دي سميناها ايه في الشرح؟ إيداعات بالطريق. إيداعات، أيوه تضاف صح، إيداعات بالطريق تضاف لكشف الحساب. ليه تضاف؟ لأن المنشأة عندها علم بيها وكشف الحساب مش عنده، يبقى 622 تضاف. هايل، نكمل. يبقى 622 مش كل مرة تضاف، حسب المطلوب. حسب المطلوب، ماشي؟ يبقى ليه في أول كلام قالت صح، وهي فاهمة ومش عقدة بالنسبة لها. يعني 622 تضاف. نكمل. تضاف ليه؟ عشان نصل للرصيد اللي في الدفاتر. نكمل. كما ظهر بكشف الحساب قيام البنك بتحصيل ورقة قرض لحساب المنشأة بمبلغ 1000 ريال. 1000 ريال. نعمل فيها ايه يا ديزا؟ لا تخصم يا ليزا. ليه بقى تخصم؟ لان كشف الحساب جايبها، هو البنك كشف الحساب ده خلاص، لان البنك هو اللي حصلها. نسمع كده، قام البنك بتحصيل ورقه قرض، كان لازم يبعت للمنشاه يقول لها انا حصلت. لو كان بعت للمنشاه كانت المنشاه سجلتها في الدفاتر، يبقى المنشاه عايزه تعرف اللي موجود في دفاترها، تقول له لا يا بنك ده الاختلاف، يبقى انت ضربت ال1000 دي انا ما عنديش خبر بيها، يبقى انا هشيلها. يبقى يستبعد الالف اللي هي كمبيالات محصله بمعرفه، لان انا عايز اصل للرصيد الدفتري، واخد كشف الحساب بعدله. نكمل. هناك اللي بيقول لي هتضاف في دفاتر المنشاه، ده لو انا عايز اصل للرصيد الصحيح. لحظه، لو انا سالكوا هاتوا لي الرصيد الصحيح، أنا ما طلبتش الرصيد الصحيح، أنا عايز إيه؟ الرصيد بدفاتر المنشأة قبل ما تعمل أي تعديلات عشان نعرف المطلوب، يبقى هنا تخصم من كشف الإيه؟ الحساب. أنا بعدل كشف الحساب عشان أصل للرصيد الدفتري. نكمل. هناك شيكات حررت للمستفيدين بواسطة المنشأة، يبقى المنشأة عندها علم بيها، ولكن لم يتقدم اصحابها لصرفها. يبقى المنشاه عندها علم، طب لما ما راحوش للبنك يبقى البنك ما خصمهاش، مش كده؟ يبقى انا اعمل فيها ايه؟ اخصمها. انا اعمل فيها ايه؟ اخصمها. علشان كشف الحساب ما كانش خصمها، لان الناس ما راحتش تصرفها. خلي بالكم. قال لي هنا اجمالها 1435. اجمالها 1435، يبقى المنشاه خصمت من حسابها 1435 في الدفاتر، البنك ما عملش الكلام ده، انا هخصمه. لاحظوا حاجه مهمه قوي، المنشاه لما جمعت غلط الشيكات. لو جمعتوا الشيكات ديت اللي هي مجموعه مش هتطلع 1435، هتطلع 1426. بس المنشأة غلط، يبقى لما اجي اطرحها من كشف الحساب اطرحها بالغلط عشان اصل الرصيد الدفتري. المنشأة عملت ايه؟ نقصت دفاترها 1435. واضح؟ لا مش هناخد الفرق هنا، هناخد الفرق امتى؟ لو انا عايز اصل للرصيد الصحيح، انا مش عايز اصل للرصيد الصحيح، انا عايز المحاسب يعرف هو الدفاتر فيها كام دلوقتي حتى لو في اخطاء. نكمل. يبقى هطرح 1435، يبقى ده رقمين طرحناه ورقم ضفناه. نكمل. أرفق البنك بكشف الحساب إشعار خاص بمبلغ 24 ريال مقابل مصاريف البنك. البنك خصمها، إحنا نضيفها عشان أنا لسه في الدفاتر ما كنتش خصمتها، يبقى هضيف الأربعة وعشرين.
أرفق البنك. أصدرت المنشأة شيك رقم 115 بتاريخ 2012 الخاص بمصاريف أدوات كتابية بمبلغ 71 ريال. يبقى المنشأة حررت الشيك بكام؟ ب71 ريال. راح البنك هو، ولكنه سجل خطأ في سجلات المنشأة 17، خلي بالكم، سجل في دفعات المنشأة، وقام البنك صرف الشيك كما هو. ده هنا المنشأة ما خصمتش من حسابها الواحد وسبعين، انما خصمت كام؟ خصمت 17 بس، سجلتهم 17، يبقى كأني كشف الحساب اللي نفذ صح. لو انا عايز اصل للرصيد في الدفاتر اقول له يا بنك انت خاطر الواحد وسبعين بحالهم، بس المنشأة ما كانتش خصمة الا 17، انا عايز اصل للرصيد في الدفاتر، هضيف الفرق اللي هو 54، هضيف الفرق ال 54. اخر حاجة ارفق البنك شيك مرفوض بمبلغ 100 ريال سبق استلامه، سبق استلامه. ارفق البنك شيك مرفوض، يعني البنك نقص الحساب. هل احنا نقصناه؟ لا، يبقى اضيفه لكشف الحساب. لازم نعرف احنا عايزين اللي متسجل في الدفاتر، مش عايزين الصح. انا واخد كشف الحساب بعدله عشان اصل اللي موجود في الدفاتر، كان في غلط في الدفاتر. البنك ما غلطش، البنك شال 71 انما المنشأة شالت 17، يبقى كأن المنشأة في دفاترها مزودة حسابها بكام؟ كانت حقتها تنقص 71، ما نقصتش الا 17، يبقى حسابها زايد بقد ايه؟ زايد عن كشف الحساب بقد ايه؟ ب 54. يبقى انا هضيف ولا طبعا الشيك اللي اترفض يضاف. يبقى كل اللي احنا عملناه، بدينا بال 10,000، ضفنا 622، طرحنا 1435، طرحنا 1000، ضفنا 24، ضفنا 54، ضفنا 100. طلعوا انتوا الناتج بقى. نراجع المثال ده تاني كويس، ولازم تخيل فيه شويه. لازم تعرفوا احنا عايزين نصل لايه. شايفين انتوا الرقم اللي وصلتوا له ده؟ انا هريحكم. فاطمه وليده وكل انتوا دلوقتي عرفتوا ان الدفاتر بكام؟ الرصيد الدفتري 8,365 مش كده؟ طب وكشف الحساب 10,000. عايزكم تعملوا مذكره مبدع بدايه بالرصيد الدفتري الى ان تصلوا للرصيد الصحيح، ومذكره ثانيه ابداوا بكشف الحساب الى ان تصلوا للرصيد الصحيح. الاثنين هيوصلونا الرقم واحد. يعني مره ابداوا ب 8,365 ده الدفاتر، وشوفوا بيانات التمرين اللي هتعدلوها عشان تصلوا الى الرصيد الصحيح، وابداوا مره ثانيه مذكره ثانيه بكشف الحساب عشان تصلوا للرصيد الصحيح. امال انا النهارده عملت ايه؟ انا بدات بكشف الحساب عشان اصل لرصيد الدفاتر. لو طبقته صح هتوصلوا في المذكرتين لرصيد واحد. ارجو ان انتوا تطبقوها وتحاولوا كده. لا يختلف اثبات اقتناء الاستثمارات في الاسهم طويله الاجل في ظل طريقتي التكلفة والملكية. صح ولا غلط؟ ألف طبعا، اللي جاوب ألف. كل مما يلي يفصح عنه في صلب قائمة المركز المالي فيما عدا.
طبعا جي مايلة يا مها الأحداث اللاحقة، إنما أبحث عن الأصول الثابتة للالتزامات. هايلة يا مها. أعزائي كده بيكون عندكم مع ملاحظة كل الأسئلة اللي حطيناها في المحاضرات داخلة في المراجعة، واضح؟ كل الأسئلة اللي حطيناها في المحاضرات بشرايح كده داخلة في المراجعة. عندكم مجموعة أسئلة كويسة جدا، لو ذاكرتوها كويس مش هتلاقوا أي صعوبة في الاختبار بإذن الله. نركز. وتدربوا كتير في الاسئله، حتى ليله الامتحان ما تحلوش الا اسئله بس، راجعوا الاسئله مع ملاحظه ان في بعض الاسئله صلحناها في المحاضره واحنا شغالين. انا زيك يا ليزا، ما اعرفش ايه اللي جاي. انا هفاجئ بالاختبار زيك. انا بس كل اللي عايز اقول لكم جميعا في ليله الاختبار ركز على اسئله المراجعه، لو اتدربت عليها كلها اللي زي ما بقول في اللقاء الامس واليوم واللي كانوا في المحاضرات اللي كنا بنحطهم في المحاضرات، واضح؟ كم محاضره حطينا مجموعه من الاسئله، اتمنى ان انتوا تحاولوا تراجعوهم مراجعه طيبه. ان شاء الله مش هتلاقوا غريب في الامتحان، ان شاء الله ربنا هيوفقكم اعزائي. لا لا، زي ما قلت دايما يا فاطمه بقول الاتي، لان بتجيلي اسئله صعبه جدا على المنتدى، في ناس بتسالني وكانوا معايا الفصل اللي مات، هل نركز على الاسئله دي بس؟ الكلمه اللي هقولها لك لا ذكر المنهج كله. دايما اللبيب والاشاراتي، اللبيب والاشاراتي ايه؟ يفهموا، لكن مش معقول. واضح؟ فأرجو إن احنا نركز في اللي بقوله، نسمع كويس ونركز، وبلاش الأسئلة اللي مالهاش لازمة، ما تجيش في الامتحان، لا تيجي في الامتحان، مش هتلاقوا مني رد، مش كده ولا إيه؟ أتمنى لكم التوفيق، أتمنى أطمن عليكم بعد الاختبار إن شاء الله، تطمنوني، مش عايزكم تركزوا، دايماً لو أنتم مش عارفين معلومة أو تأهيل، ابدأوا باستبعاد، يعني مثلاً لو قلت يفصح عن كله في صلبك فيما عدا. طبعا الاصول الثابته هنفتح، يبقى دي مالهاش لازمه، الالتزامات هنفتح، انا قلقان بين العملاء ودي، العملاء بتيجي، يبقى مش فاضل الا دي، حتى لو مش فاهمين معناها، يبقى اعمل عمليه استبعاد للحاجه اللي مش هختارها. واضح؟ وربنا ان شاء الله هيوفقكم، واسمع عنكم ان شاء الله تبعتوا لي بعد كده تقولوا لي ان انتوا جاوبتوا كويس في المنتدى، ربنا يسهل ويكون يشتغل، او في الرسائل بتاعتكم تقولوا لي ان انتوا اديتوا اداء طيب، هستنى أن أطمئن عليكم إن شاء الله بعد الاختبار، تمنياتي لكم بالتوفيق بإذن الله، وتنتقلوا إن شاء الله لمواد المستوى السادس أو اللي بعديها بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.